سلام عبد الحميد. طاقم تحكيم دولي عربي مكون من حكم ساحة، الحكم الدولي البحريني عبد الرحمن عبد الخالق، وأيضا يساعده الدولي القطري علي الخليفي، وأيضا المساعد الثاني من سوريا حمدي القادري. من خلال هذه المباراة التي نتمنى إن شاء الله أن نتابع من خلالها مباراة رائعة وجميلة عن الفريقين، وخاصة استعداد كل فريق لهذه المباراة في الأمسية الرمضانية الرائعة. وبعد ما استمعنا إلى الاستديو التحليلي طبعا برفقة الزميل الأستاذ علي داود، وأيضا من خلال الروح الرياضية التي تجلت من أرض الملعب عندما شاهدنا مختار التليلي مدرب نادي الترجي في هذه المباراة، وأيضا الكابتن محمود الخواجة مدرب نادي الزمالك باين في الصورة طبعا احتياطيين، ودكة الاحتياط لنادي الترجي مساعد المدرب لطفي، وأيضا جماهير الزمالك التي تعشق الفانيلا البيضة المخططة بالأحمر. من خلال هذه المباراة عموما تشكيلة مجموعة هذه المباراة عموما، كرة في وسط الملعب ترتد مرة ثانية في المنتصف، والاستحواذ الأكثر بالنسبة لنادي الزمالك طبيعي جدا، فريق يلعب ما بين جماهير التي تطالب، وخاصة أن الزمالك في أحسن حال. حوالي 4 دقائق الترجي راتولي تسديد على طول، لكن بعيدة عند القائم الأيمن إلى ضربة مرمى لصالح نادي الترجي. ضربة مرمى لصالح نادي الترجي اللي مثل ما ذكر طبعا لعيبة نادي الترجي اللي يلعب 3-5-2 بانطلاقه من الجانب الايسر طبعا لبلال الاحمر اللي يكون ثنائي مع جون مارك بي. يعني مدرب نادي الزمالك بن قاده بدا يتحرك من الان، وخاصه بعد مرور 17 او 18 دقيقه من زمن الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف في مباراه ان راح نشوف اهداف فيها. كره اماميه خطره، فرصه لا تعوض على الطائر، لكن الكره كانت يعني في نفس المكان اللي كان فيه حارس مرمى نادي الترجي. لا شوف 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 بالوطي لعبها على الطائر حلوه، لكن في نفس المكان، وطبعا اللي اضاع فرصه ثمينه طبعا عبد الحليم علي هداف نادي الزمالك. الكره يعني لعبها صح، لكن لم تكن في اي مهاره فنيه عاليه. يعني الكفاءه الفرديه عند اللاعب جون مارك بنيه مهمه جدا، وخاصه عندما يجد نفسه وخطره من الجهه اليسرى لصالح الزمالك. خطره اللاعب الله حلو في اي لحظه واي تمريره، وهذا ما وجد نفسه طبعا جمال حمزه واللاعب عبد الحليم علي، لكن ما زال الزمالك يضغط، والزمالك هو الافضل من خلال هذه المباراه. وتسديده قويه، لكن تشال على طول من وليد عزيز، يعني تصيح وتشجع على لاعبي نادي الزمالك اللي يحاول الوصول. خطره اللعب الله ضاعت والى متى نقول فرصه اكيده ومحققه. شوف 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 الاعاده، شوف شوف الاعاده، شوف الارتباك على مدافع نادي الترجي، وحاول طبعا جمال حمزه لكن خروج البحريني عبد الرحمن عبد الخالق. ضربة حرة مباشرة تتنفذ، خطرة الله وسط الملعب.
الزمالك رد اعتبار الفرقه المصريه في مصر. عبد الحليم علي. لا والله. ناحيه طارق السيد وتسديده قويه. تسديده قويه ايضا. تسديد الخامسة على التوالي من جانب يعني سواء من ضربات الأرض مباشرة أو من خلال التمرير ومن ثم النظر إلى المرمى والتسديد. عبد الرؤوف راتولي حارس مرمى نادي الترجي. ثلاث دقائق على زميلي لاعب خط الوسط اللي أمام المدافعين مقطوعة من محمد صديق تصل مرة ثانية إلى زياد تريكي بالخطأ مقطوعة ناحية الجهة اليمنى نادي الزمالك. بلال الاحمر وجون مارك بني حولها وخطره هذه تمر لكن حلوه خروج يعني خروج عبد الواحد السيد كان خطر. القطري علي الخليفي وطبعا هذا طاقم التحكيم خطره تمر وفرصه ضايعه ايضا جمال حمزه. يا حظك يا جمال حمزه اليوم رغم تواجدك في المكان المناسب ولكن التوقع يعني مع ان المهاجم يجب ان يتوقع اي كرة لكن طويلة. ايضا من عبد الحليم جمال حمزة مرة ثانية حازم امام خطرة هذه اللي هو خطرة حلوة من الطرفين وصدها حارس المرمى. شوف شوف حازم امام شوف يعني المهارة في التمكن والسيطرة على الكرة وحلوة هنا من جمال حمزة اللي لعبها على طول لكن صدها عبد الرؤوف الراتولي ومرة ثانية لكن سلامات أيضا إلى مدافع نادي الترجي لحظة الاصطدام. شوف شوف الإعادة مرة ثانية الله فرصة حقيقية لكن حلوة حلوة إن الكرة كانت فيها صعوبة وفي زاوية يعني صعبة على حارس المرمى. تسديد الله الله يعني فعلا فعلا اللي يقول لك الزمالك في احسن حالاته وزمالك يا زمالك يا مدرسة يا فن لعبك فن وهندسة من خلال هذه اللعبات يعني هذه لعبات بسيطة لكن تدل على ان هناك الى مسألة الثقافة الكروية عند اللاعب. شوف الاعادة هذه اعادة لتنفيذ الضربة الركنية لنادي الزمالك اللي تتنفى التفاهم والانسجام. لاحظ لحظة لعب الكرة اكثر من لاعب في موقف تسلل اكثر من لاعب مع ان الكرة ذهبت الى اللاعب المندفع من الخلف لكن الكابتن جمال غندور من خلال ايجابيات وسلبيات التحكيم. حازم امام يسجل خطرة المدرجات 35,000 متفرج طبعا في استاد القاهرة. شوف الإعادة شوف صعوبة فيها والله لكن تدل على مهارة عالية من جانب لاعبي نادي الزمالك وأيضا التسديد المفاجئ من جانب حازم إمام ومن ثم المتابعة الدقيقة والصحيحة عن طريق اللاعب جمال حمزة اللي من زاوية صعبة يحرز الهدف الثاني. الزمالك هدفين مقابل لا شيء للترجي. شوف الإعادة هذه هجمة أيضا لصالح نادي الزمالك من الجهة اليمنى وتسديدة قوية جول حلوة حلوة. أنا ذكر طارق السيد والخيل الأصيلة لا يعني ما تبان إلا في نهاية السباق ونهاية السباق راح يكون في شهر يونيو 2004 بالنسبة لبطولة أندية العالم. اللمسة الأخيرة من حازم إمام الله الله يا حازم يا إمام وعلى طول العندليب أو كما يسمى أبو علي عبد الحليم علي يحرز الهدف الثالث في الدقيقة طبعا 28 يحرز عبد الحليم علي الهدف الثالث وهو يعتبر من الهدافين لازم يكون له نصيب من الهدف. شوف حازم
من جانب نجم المباراة الأوحد الكابتن حازم إمام اللي هيئ الكرة طبعا وأحرز النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. تمريرة سريعة هذه تتهيئ مرة ثانية تسديد يحاول يسدد لكن ينجح عبد الواحد السيد والهجمة ما زالت قائمة ولكن هناك في طولة من طبعا الحكام وأيضا من خلال إقامة المباريات وتعاون الاتحادات الأهلية وفي اللحظات هذه يطلب حكم المباراة الدولي البحريني عبد الرحمن عبد الخالق نهاية هذه المباراة بفوز نادي الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء على التوالي والقباني ومن ثم جمال حمزة ومن ثم عبد الحليم علي طبعا اللي أحرزوا أهداف نادي الزمالك.